ابتدى من هذه التداريب المجانية منخرط الجمعيتين من الأطفال واليافعين والشباب وأيضا الملاكمين سيشاركون في البطولة الوطنية للملاكمة، وذلك بحضور كل من رئيس جمعية حسنية بلدية خريبكة السيد محمد القبيل والسيد مصطفى الزواوي رئيس جمعية المبادرة المواطنة للتنمية. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.